أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع ألترا عراق وتقرير بعنوان نازحو جرف الصخر ومزارعهم بين مواسم السلاح والعطش. للنزوح الذي حصل من جرف الصخر خصوصية باعتباره حصل بنسبة 100%. يعيش أهل هذه المدينة الآن بين محافظات الأنبار وكركوك والسليمانية وأربيل حرفيا. لا أحد يعلم ما الذي يجري في جرف الصخر. لم يصل أشخاص من أهلها إلى هناك طوال السنوات الماضية. لم يستطع أي قائد أمني أو سياسي أن يطلع على تفاصيل المزارع الشاسعة التي تتميز بها المدينة، وعلى ما يبدو أن لا أحد يمتلك جوابا واضحا غير الفصيل الذي يسيطر على هذه المدينة. مضى على حكومة عليها السوداني، مضت هذه الحكومة أكثر من 6 أشهر، مضى عليها دون أي تبرير لتعثر ملف أهالي جرف الصخر أو توضيح أسباب عدم الاقتراب منه. نتابع. تعتبر قصة مدينة جرف الصخر التذكير الدائم بسلطة الجماعات المسلحة، حيث تختار الأخيرة أن تكون في قضايا معينة أعلى من سلطة الدولة. تسنم حكم العراق أثناء وبعد تحرير المدن من داعش 4 رؤساء وزراء، هم حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي والآن محمد شيع السوداني، كلهم وعدوا بأنهم سيجعلون أهالي جرف الصخر ينامون في بيوتهم، لكن نومهم لا يزال في مخيمات ومعسكرات النزوح التي تقول الحكومة إنها ستنهي ملفها خلال العام الحالي. تسيطر كتائب حزب الله على جرف الصخر، وهي من تمنع عودة أهلها فضلاً عن منعها لأي سياسي ينوي فقط زيارة جرف الصخر أو يطلق شعارات بشأنها. هذا ما يقوله سياسيون. يتحدث كثيرون من أهالي المخيمات عن استغلال يقوم به السياسيون الذين يمثلون مناطقهم كلما اقتربت الانتخابات. قال خالد الجنابي إنهم يكذبون علينا ويتاجرون بمعاناتنا. أضاف أيضا: سمعت قبل سنوات أننا سنعود، لكن كل يوم أتأكد من أن العودة تتحول إلى حلم صعب المنال. وكتب عمرو القيسي مقالا في موقع كتابات بعنوان السلاح المنفلت وسياقات الدولة الهشة، لنجب أولا على السؤال التالي قبيل أن نلج إلى خطورة السلاح المنفلت سياسيا، لنكتشف أننا كنا نعيش تحت سقف دولة هشة أم لا. ويتساءل الكاتب: من هي الدولة الهشة؟ ليجيب: هي دولة تتميز بضعف قدراتها على المستويات كافة، ما يترك المواطنين عرضة لتأثيرات وسطوة لقوى أخرى خارج مظلة الدولة، فهي عمليا دولة غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها الخدمية بصورة كاملة وصحيحة، بما فيها الاحتياجات الأمنية، ما تعني غياب الحماية الكافية لحقوق المواطنين. وشرعيا تعاني هذه الدولة الهشة من ضعف تمثيلها الشرعي، أي أنها غير مقبولة من غالبية الجمهور. بغض النظر عن أي سبب كان، فإن وجود السلاح المنفلت يهدد الدولة وهيبتها واختصاصها الحصرية في امتلاك السلاح واستخدامه. ما حدث في البعيثة قبل أسابيع، وما حصل في محافظة ميسان قبل أيام، وما حصل قبلهما وسيحصل بعدهما دلالات خطيرة لاستمرار وتصاعد خطر هذا الانفلات في تهديده العلني للسلم المجتمعي أولاً، واستهتاره بهيبة الدولة وانتزاعه لاختصاصها الحصري المطلق في احتكار العنف وأدواته. والأخطر من كل ذلك هو تحول قوات الدولة الأمنية إلى حواجيز وقوى خيرة تتدخل لفض النزاعات العشائرية منها والسياسية المسلحة، بدل أن تكون قوى ردع تلجم هذه الاستهتارات حتى بواجبات القوى الأمنية ومنها الاختصاصية، ما يدعو إلى استنجاد بقوات مسلحة من العاصمة بغداد لفض النزاع ومصالحة المتخاصمين، فيما يبقى الحال على ما هو عليه، وهو أن السلاح المنفلت يظهر وينتشر ويهدد بل ويتواجه مع القوات الحكومية بناء على أوامر وتعليمات لا تصدر من الدولة وقوى حفظ الأمن فيها.
إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عمر الحلبوسي، مليار دولار خسائر بعنوان، طبعا هذا المقال مليار دولار أو 6 مليار دولار الخزائن أو خسائر الخزينة العامة العراقية سنويا. لم يعد يخفى على أحد حجم استنزاف الأموال الذي يجري عبر نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، والتي إذا ما قرناها مع سعر الصرف الموازي فإننا نجد مفارقة كبيرة جدا بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الموازي بفارق 15 نمرة بأحسن حال. وفي الوقت نفسه عندما يقارن مع حجم التضخم في السوق العراقية فإننا نجد أن مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار الهائلة يفترض أن تؤدي إلى تراجع بالتضخم في السوق وليس العكس، بل إن السوق العراقية تشهد تناقصا في بعض المواد الأساسية. نتابع. إن ما يقوم به البنك المركزي العراقي من تخبط في السياسة النقدية وتعمده تبديد احتياط البنك المركزي من الدولار المتأتي من واردات النفط التي أصبحت مطمعا للسراق الذين لم يرق لهم أن يروا العراق يحقق هذا الحجم المالي من الاحتياطي، وأخذوا يستنزفونه بشكل كبير بالمقارنة بين مبيعات البنك المركزي الشهرية من الدولار وواردات النفط الشهرية. هناك عملية استنزاف خطيرة جدا تسير بالعراق نحو الانهيار الكبير في ظل تراجع قيمة الدينار العراقي وتفاقم العجز المالي في الموازنة وتبديد أموال العراقي بين نافذة بيع العملة والموازنة التي فتحت أبواب صرف غير قانونية لاستنزاف أموال الشعب، فضلاً عن القروض والفوائد المترتبة عليها والتي مجتمعة مع أمور أخرى سوف تعجل بانهيار الاقتصاد العراقي بشكل مريع. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً لكل من لورنس نورمان وديفيد إس كلاود، قال فيه إن الولايات المتحدة تخوض عملية دبلوماسية هادئة لتهدئة التوترات مع إيران، وقال إن المحادثات السرية في عمان تهدف للإفراج عن السجناء الأمريكيين في وقت تريد إيران مليارات من أموالها المحجوزة في الخارج خاصة الموجودة في العراق. وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن استأنفت وبهدوء المحادثات مع إيران في محاولة للحد من برنامجها النووي والإفراج عن سجناء أمريكيين، وذلك حسب أشخاص مطلعين على المحادثات. نتابع. في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات صادقت واشنطن على تحرير 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار كمستحقات على الحكومة في العراق لقاء الكهرباء الإيرانية والغاز المستورد، كما قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون. وكانت الأموال مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، وصف المسؤولون الأمريكيون عمليات تحويل الأموال بأنها روتين ولا علاقة لها بالمفاوضات. وتم تحويل أموال في الماضي، إلا أن تحويل هذه المرة تم باليورو وليس بالعملات المحلية. وطالما ربط المسؤولون الإيرانيون بين الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في كوريا الجنوبية ومليارات أخرى مستحقة على العراق كوارد لطلبيات من الغاز والنفط والإفراج عن الأمريكيين، وقال مسؤولون كوريون سابقون على معرفة بالموضوع إن النقاشات جارية مع إيران والولايات المتحدة للإفراج عن الأموال لأغراض إنسانية. وأكدت الولايات المتحدة للعراق ضرورة تحويل الأموال إلى الدائنين الإيرانيين باليورو، كما ودفع العراق أموالاً عن الطعام والأدوية لإيران. تحت عنوان إعادة أعمار سوريا موضوع ابتزاز جديد لبشار الأسد، قالت صحيفة لومود الفرنسية إن الدكتاتور السوري العائد إلى اللعبة الدبلوماسية الإقليمية يحاول استغلال رغبة جيرانه في إعادة أعمار البلاد لصالحه، لا سيما من خلال استغلال مسألة عودة اللاجئين. وأضافت الصحيفة أن الرئيس بشار الأسد يسعى الآن بعد خروجه من عزلته الإقليمية بفضل إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية في مايو إلى جني ثمار إعادة تأهيله، موضحة أن الأخير يمتلك مصدرين رئيسين: تهريب الكبتاغون الأمفيتامين الذي تغرق سوريا به المنطقة، وعودة اللاجئين، الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد جيران سوريا. نتابع. تبادل الأخذ والعطاء هذا من نظام هو المهندس الرئيسي للدمار،
الذي خلفه 12 عاما من الحرب نحو واحد من كل 5 منازل دمرت، والنقل والصناعة والكهرباء والصحة اهتزت، أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر وفقا للأمم المتحدة. يبدو مثل هذا الابتزاز في واشنطن كما في بروكسل لم يتغير الموقف، لن يكون هناك تطبيع مع دمشق ولا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار بدون حل سياسي للصراع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. يبدو أن الكونغرس الأمريكي ملتزم بتجديد قانون سيزر في عام 2024، فبين العقوبات والوجود الإيراني والبيروقراطية والفساد ونقص البنية التحتية والعمالة الماهرة، لا تزال العديد من العقبات أمام الاستثمار في سوريا. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نتابع الآن مشاهدينا الكرام الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. نفذ مودعون لبنانيون اعتصامات جديدة في بيروت للمطالبة باستعادة ودائعهم المحتجزة في البنوك منذ أواخر عام 2019، وتخضع السحوبات فيها لتعاميم مصرفية تفقدها الجزء الأكبر من قيمتها. وفي صور نشرتها عدد من المواقع والصحف، تجمع المودعون ضمن التحرك الذي دعت إليه جمعية صرخة المودعين أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء في بيروت قبل أن يتوجهوا إلى عدد من فروع البنوك للتظاهر أمامها، وقد تعرض بعضها للحرق والرشق بالحجارة وتكسير واجهاتها. بالقرب من متنزه الخور الشاسع في قطر وعلى بعد 50 كيلومترا شمالي العاصمة الدوحة، يقع بيت الباندا، وهو عبارة عن حديقة صممت خصيصا لتكون مرتعا طبيعيا لزوج من حيوان الباندا. جلب الباندا خصيصا من الصين مع بداية بطولة كأس العالم في مونديال 2022، ما جعل المتنزه أحد أبرز الوجهات السياحية الترفيهية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى صداقنا من جديد في أمان الله.